الشعبة هذه عن طريق شهدوا فيه تأخر اللي لازمنا نعطوها قيمة قناعة كبيرة، وخاصة أنه طبعا الثانية لصالون الدولي للتمور، وليشهد يعني مشاركة يعني وتطور مقارنة بالسنة الماضية، وإن السنة هذه عندنا يعني عدد كبير من المشاركين ومشاركين يعني أجانب وكذلك مشاركين وطنيين على يعني معظم الولايات اللي عندها تمور راهي تشارك في هذا المعرض. عندنا ثلاث دول معنا اليوم اللي راح يشاركوا، الشقيقة ليبيا والشقيقة تونس وكذلك دولة تركيا. كما تعرفوا يعني التمور في الجزائر عندها أهمية اقتصادية كبيرة، يعني والجزائر من الدول الرائدة في إنتاج التمور، خاصة في مجال النوعية. التمور تاعنا عندها يعني مكانتها في الدول في الخارج، تبقى لازمنا يعني نلتحقوا بركب التحويل، بركب تطوير عصرنة هذا القطاع. إن شاء الله يعني هذا الصالون راح يكون فضاء لنرتقوا به بهذه الشعبة في السنوات القادمة، ونستقطب يعني عدد كبير من المشاركين السنة القادمة إن شاء الله.